هم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم حصتين بروست يا جماعه، بنكلمكم على المشروع الجميله اللي احنا صورنا فيها جو بروست كلها. احنا دلوقتي تحديدا في شارع دكتور سيد عمر وشارع رمسيس عن محلات دي زي ما انتم شايفين. مجموعه كبيره دي صورنا عندها قبل كده 3 فروع. صورنا اول فرع كان في رمضان، كان هنا مكاننا من 3 شهور لو تفتكروا. عنده طبعا حريم واطفالي ومقاسات محيره والمايوهات، فجينا بالظبط عشان نفس الموقع اللي احنا كان وشه حلو علينا وكنا صورنا وعمل نسبه مشاهدات عاليه جدا، جينا نصور فيه تاني ونأكد لكم معلومه للمايوهات وطبعا الاطفال والاسعار بتاعتهم والخامات والصوره قدامكم. بص احنا جينا من فين؟ احنا طبعا ده شارع بوكو سنالي، الشارع ده اسمه بوكو سنالي عند محل اكسبنسيف زي ما انتم شايفين كده، محل اكسبنسيف وجنبيه محل فيتونيل وكاسيا وعنده كمان قرقوشه. دي بطرس غالي، ده شارع اسمه بطرس غالي. طبعا هتلاقوا اهو الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين اللي قدام بالظبط بيبو كشك صغير اسمه مكتوب عليه كوكا كولا، كشك يعني في كل حاجه زي ما انتم شايفين. الشارع اللي فيه الكشك ده بقى التقاطع ده اسمه تقاطع شارع رمسيس اللي انا حكيت لكم فيه قبل كده، اللي احنا صورنا فيه محلات قبل كده نيويورك ولينا. اللي جاي ان احنا قلت لكم من ناحيه شارع من ناحيه الاهرام او شارع الاهرام هيجي من رمسيس، اللي جاي من عند رمسيس هيجي قلت لكم قبل كده من عند بطرس غالي. هنطلع بقى نبدأ طبعا معاكم دلوقتي الاطفالي والسن المحير، بعد كده دخلتوا على المايوهات وتشوفوا المقاسات كلها. تعالوا نشوف بقى هنا الاسعار زي ما انتم شايفين اهو بالظبط 45 جنيه التيشيرتات سن 2 سنين و3 سنين و5 سنين. المجموعه دي كلها من اول سن سنه وسنتين وثلاثه لحد سن 8 سنين و9 سنين زي ما انتم شايفين اهو. الخامه اقطام تحفه جدا، والاسعار 25 20 35 45 جنيه. طبعا الخامه باينه في ايدي جدا زي ما انتم شايفين اهي، باينه في ايدي جدا اللي هي قطن بيور. الشروطه طبعا الاطفال ب 60 جنيه، البناتي والولادي والجبيهات زي ما انتم شايفين اهي المجموعه كلها، الاسود منها والازرق والبستاش والروس، مجموعة الشروطة دي كلها زي ما انتم شايفين. بصوا كمان المجموعة دي برضو نفس الألوان الأسود والأزرق والروز والبستاج زي ما انتم شايفين كده ب60 جنيه. البناتي لحد سن دي تلبس 8 سنين تمام. بصوا برضو التيشيرتات اللي تحت دي أسعارها 35 جنيه زي ما انتم شايفين اهي 35 جنيه. دي برضو بصوا يا جماعه في كذا ستايل، يعني انا مش بس اللي بصوره لكم ده هو ده اللي موجود، لا يعني في كذا ستايل كمان، يعني ورا الاستاند في كذا ستايل، بس عشان خاطر وقت الفيديو فانا بحاول بس افرجكم كده ايه يعني سريعا على الستايلات اللي موجوده عشان ما اكونش سبت لكم حاجه. طبعا زي ما اتفقنا في دلوقتي عروض زي ما انتم شايفين الاسعار اهي، في عروض على المشتريات اللي هياخد طبعا الكارت القناه كدعايه هياخد نسبة ديسكاونت وخصم بدل 400 جنيه هياخد على المشتريات بدل 500 جنيه هيدفع بس زي ما انتم شايفين الأسعار اهي، هيدفع بس على التوتال كله 400 جنيه، واللي هيشتري ب 300 جنيه هيدفع بس 250 جنيه. العرض ده ساري لحد شهر 7 كله تمام؟ ودي الأسعار بتاعة بيبو زي ما انتم شايفين اهي، أسعار بيبو 50 جنيه تمام؟ ودي الألوان اللي هي بتبقى موجوده في الستايلات بتاعتهم كلها، والستايل اللي انتم شايفينه انا بجيب لكم الالوان بتاعته كلها عشان تعرفوا الالوان بتاعته المتوفره بتبقى ايه كام لون في الستايل ده. ده ب 80 جنيه كمان الميكي ده، الالوان بتاعته الابيض والرمادي والجري. الابيض اجيلكم كده الابيض والرمادي احنا شفناه، اوريكم بس الروز، الروز كمان اهو. الحاجه اهي بالتيكت يا جماعه عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول ان احنا بنجيب حاجات رخيصه مدبوسه والحاجات التعليقات اللي يعني السخيفه اللي احنا بنلاقيها بعد كده
انا عنوان الفيديو بكتبه طبعا وكاله البلح. ليه؟ عشان اعمل لكم مقارنه بين اسعار وكاله البلح وخاماتها وبين اسعار المحلات اللي احنا جبناها لكم في روكسي زي بيبو طبعا اولهم اللي احنا نزلنا بيه في رمضان كان وعمل ضجه كبيره جدا وحقق اكتر من 40,000 مشاهده في شهر واحد. شايفين؟ شايفين الموديلات؟ بصوا يا جماعه الوكاله دلوقتي بقت بتبيع ب 80 جنيه نفس السعر المحلات. بصوا يا جماعه الحاجه بالتيكت، شايفين الحاجه اهي بالتيكت يا جماعه، الحاجه بالتيكت. انا دايما بركز على التيكت عشان الناس ما تقولش ان احنا جايبين لكم حاجات مستعمله. شايفين التيكت؟ شايفين التيكت يا جماعه عامل ازاي؟ ملزوق، مش لازقينه احنا يعني، ملزوق اهو في قلب الحاجه. التيشيرتات ب 80 جنيه اقطان بيور. شايفين؟ شايفين الاستايلات قد ايه تحفه وقد ايه جميله وقد ايه كل الالوان فيها؟ شايفين ازاي؟ ننزل بقى معاكم شويه بالكاميرا كمان نوريكم السن المحير مثلا بتاع 10 سنين و13 سنه، حاجات زي كده ب 60 جنيه زي ما انتم شايفين كده. في منها اللون الروزي ب 60 جنيه برده، يعني مقاس 10 سنين 13 سنه. التيشيرتات دي اطفالي، وطبعا دي ب 40 جنيه اللي هي الميكي. وبصوا طبعا يعني يا ريت كده نعمل بزوم شويه في الكاميرا عشان نشوف برده، هوريكم الالوان بتاعتها ايه، الاصفر والبستاش. بس هطلعها لكم برده عشان تبقوا ايه على درايه بالالوان اللي موجوده للاطفال. دي ب 40 جنيه يا جماعه، التيشيرتات دي ب 40 جنيه زي ما انتم شايفين. الخامه بتاعتها قطن اهي في ايدي، قطن ماسكاها لكم اهي، قطن قطن يا جماعه. شايفين الخامه باينه اهي، اظن باينه في الكاميرا جدا. الخامه قطن يا جماعه ب 40 جنيه، بدل ما تروحوا تشتروا الحاجه في وكاله البلح ب 30 جنيه و 50 جنيه، لا تقدروا تشتروها من بيبو اهي يا جماعه. الاسعار عاملها لكم ب 40 جنيه والعروض عنده تحفه جدا. مواعيده من الساعه 11 الصبح للساعه 11 بالليل كل يوم ما بيقفلوش. ناخد برده زوم شويه هنا على اللي احنا صورنا ده، نقول لكم بقى الحاجات اللي هي ماشيه سن مثلا سنه وسنتين ب 35 جنيه والواناتها اهي كلها. ودي درستات بسيطه جدا، دي ب 50 جنيه اللي هي طبعا الناس اللي هي عمرها الاطفال يعني اللي عمرها سنه وسنتين وثلاثه ممكن تمشي معاها. الدرسات اللي زي كده الواناتها طبعا كتيره جدا زي ما انتم شايفين، دي ب 50 جنيه كلها. ماشي، هنتدور شويه بالكاميرا نوريكم كمان العروض اللي هي ب 40 جنيه. التيشيرتات اللي هي ب 40 جنيه صورتها القناه قبل كده برضو، بس ده ستايل تاني مختلف لميكي ب 40 جنيه برضو اقطان. ماشي، الشروط اللي زي دي الولادي والبناتي، الاطفال اللي هي سن 3 سنين و 4 سنين و 5 مظبوط كده 75 جنيه. حاجات زي كده برضو بيتي 45 جنيه للاطفال اقطان كلها، الالوان بتاعتها اصفر فوشيا وسيموني وبستاش زي كده، دي الوانتها تمام. وتيشيرتات زي كده قط مثلا ب 45 جنيه، شايفين جمالها عامل ازاي وخامتها قطن طبعا اهي معانا، الاصفر منها والفوش الابيض والفوشيا منها وفي منها كمان الاصفر تمام كده. ودي برده ب 45 جنيه تيشيرتات البنات دي سن تلبس لحد 4 سنين، التيشيرتات دي تلبس لحد 4 سنين. وعايزه اوريكم كمان البناطيل اللي هي تلبس لحد 10 سنين ولحد 13 سنه، البناطيل دي ب 45 جنيه ودي الواناتها، هنعمل لكم زوم على السعر. 45 جنيه اهي يا جماعه، ودي الوان البناطيل زي ما انتم شايفين كده معايا. بصوا بصوا يعني جمال الالوان وخامتها واشكالها قد ايه تحفه. الناس اللي رايحه مصيف وعايزه حاجات يعني تلبسها عشان تتمشى بيها بعد الظهر او بعد البحر على البلاش عشان جسمكم مش هيستحمل الجنسات، تقدري. وفي منها حريمي طبعا، هوريكم منها الحريمي والمقاسات بتاعتها، دي للاطفال تمام كده. لو حبيت بس اوريكم عينه، اما طبعا ما شاء الله الحاجات كتيره فمش مش هقدر افرجها لكم كلها، بس انا حبيت اوريكم منها عينات. بصوا كمان الدريسات دي من دي سلوبيتا ب 80 جنيه، نعمل لكم كمان زوم على السعر عشان يبقى في مصداقيه في كل حاجه بنقولها. وطبعا الكلام ده موجود في الثلاث فروع بتاعتهم اللي هو فرع سراي القبه وفرع حدائق الزيتون سوري وفرع الحريه مول الدور الثاني وفرع بطرس غالي اللي احنا بنصور فيه دلوقتي. يعني كل الحاجه اللي انتوا هتشوفوها هناك و
واللي انتوا هتشوفوها هنا هي نفس الحاجه والاسعار وكل حاجه يا جماعه، ونفس المواعيد اللي بيفتحوا فيها والايام وكل حاجه. تمام، حبيت بس اوريكم السلوبتات اشكالها ايه والوانها ايه سريعا كده. طيب نيجي بقى عند السلوبتات الحريمي شويه، هنلف بالكاميرا ونيجي بقى عند السلوبتات الحريمي شويه اللي وراكم اهي. بصوا يا جماعه معانا 150 جنيه 135 جنيه، هوريكم اشكالها. بصوا السلوبتات اللي تنفع مصايف بقى، انا كل ده بكلمكم على جو المصيف عشان انا عارفه الايام دي حر وجو المصايف. السلوبت يعني ده دريل قط كده، ده الاسم بتاعه، ده الكحلي ب 150 جنيه يا جماعه. طبعا بره بيتباع باكتر من كده ب 200 وشويه، والخامه طبعا بتاعته قط زي ما انتم شايفين. تعالى نركز على الستاند شويه. بصوا يا جماعه شايفين الخام عامله ازاي، والشكل اصلا تحفه جدا وواسع، مش اللي هو ضيق يعني يلبس لحد 75 كيلو يعني. تمام، خلينا نصور ده كمان اللي هو كده اللي جنبه، اللي جنبه كمان ده 150 جنيه كله، يلبس من 55 كيلو بقى لحد 75 كيلو. طيب نشوف برضو حاجه تانية كده في التريلات، الناس اللي هي حابه تسيب لهم ده بقى هم يطبقوا عشان خاطر وقت التصوير. تعالوا بقى بصوا هنا 135 جنيه الدرسات، يعني تعتبر نص كم بس. لا دي سلوبيتا، دي 135 سعرها 135 ماشي. بصوا الالوان دي منها برضو، في منها التايجر يا جماعه، وفي منها الابيض واسود، وفي منها التربوازي برضه هوريه لكم بس بعد ما نخلص ده. تمام، بصوا التربوازي كمان شكله قد ايه تحفه وجميل، تحفه جدا. طيب عايزه اخدكم كمان على حركتكم برضه واحد احمر من هنا عشان خاطر تكونوا بس شايفين الحاجه كمان كامله كلها. بصوا ده سلوبيت بس على احمر شويه عشان الناس بتحب الاحمر، ده 125. ده يمشي اطفالي برده ويمشي برده يعني حريمي شويه بس اجسامهم رفيعه، يعني مثلا يلبس 65 كيلو 60 كيلو، ده 125 اهو. خليكم برده الزوم على السعر عشان يبقى احنا كده ما سبناش حاجه عشان الناس بعد كده ما تطلعش تكتب علينا ربع كلمه في الكومنتات واللايكات. وده برضو احمر تاني كده يعني عشان تبقوا عارفين برضه ان ستايلاتكم موجوده، في منها الاحمر والاسود والكروم وكل الالوان. ده سلوبيت يا جماعه، ده سلوبيت 125 125. تمام كده. طيب هنبص بقى تاني على تعالوا بقى معايا كده كمان نقول لكم الدرسات دي ب 110. نركز بقى على السعر، الدرسات دي ب 110 اهي. دي قط كده زي ما انتم شايفينها، بتلبس من 65 كيلو، وفي حاجات بتلبس لحد 75 كيلو بس هوريها لكم. في حاجات انا مسكتها بتلبس لحد 75 كيلو و 85 في بيتلبس صح؟ ماشي تمام. دي المجموعه بتاعتها يا جماعه، بصوا نعمل بس زوم بالكاميرا عشان نلحق نجيب لكم بقيه الحاجات. دي الالوان بتاعتها كلها، الاسود والجراي زي ما انتم شايفين كده. تمام، دي ب 110. خلينا فاكرين ان السعر ده كان ب 110. تمام، نشوف اللي هو ب 125. الدرس اللي هو 125 اهو بيبقى عامل كده بالظبط الستايل بتاعه. ده 125، ده بيبقى كب من غير حماله خالص، وبيبقى نازل على قصير من قدام وطويل من ورا، الستايل بتاعه زي ما انتم شايفين قصير من قدام وطويل من ورا. الالوانات بتاعته زي ما انتم شايفين النبيتي والموف اهو، النبيتي والموف، وبقيتها على الستاند. خلينا نركز على الستاند بقى. باقي التاني في الالوان
منها الاسود كمان زي ما انتم شايفين، وفي منها الابيض والاصفر والزيتي، كل الالوان بتاعته اهي يا جماعه، دي كل الواناته. تمام؟ طيب خلينا نشوف برضو اللي هي الحاجات اللي هي 105 الدرينات برضو، بس دي بقى ست بقى واسعه تلبس. انتوا شايفين دي 105 يا جماعه، دي تلبس لحد 75 كيلو، في حاجات برضو هوريها لكم هتلبس لحد 85 كيلو. دي الالوان بتاعتها عشان بس نفرجهم من الالوان، في الابيض واسود وفي البستاش و... بصوا في برضو اللون ده معانا. تمام؟ تمام ماشي. وفي برضو اللون ده اللي انا عايزه افرجه لكم معايا، اللونين دول الناس بقى اللي بتحب البنيات، ده ينفع خروج وينفع بيت براحتك بقى، انت عايزه تخرج بيه بس هو في الخروج يعني. بس في ناس بتحب تشتري الحاجات دي يعني تستعملهم اصلا في البيت يعني عشان هما بيدوا شويه اريحيه في الحركه. بصوا في الستايل ده كمان ب 140 جنيه زي ما انتم شايفين كده، الستايل ده يعني سلوبيت للمحجبات بقى بس بكم، ده سلوبيت المحجبات يكون بيلبس من 55 كيلو زي ما انا شايفاه قدامي لحد 65، وانا هشوف لكم الحاجات اللي اوسع من كده اللي هتلبس لحد 75 كمان هنطلعها معانا. تمام؟ دي ب 140 جنيه السلوبيتات دي، والكم اهي الكم بتاعها في اشكال بتبقى عامله كده، الكم بتاعها زي ما انتم شايفين السلوبيت اهي، وده درس سوري ده درس طلع كمان مش سلوبيت اهو طلع كده. طيب انا عايزه اوريكم كمان منه ايه كمان. طب الواناته اهي، الواناته اهي بالمره، ده ب 140 جنيه يا جماعه اللي هو بيتباع بره ب 350 جنيه، الدرسات دي ب 140 جنيه، ويا ريت نركز على السعر معاهم معلش في الكاميرا عشان خاطر الناس تتاكد ان احنا ما بنقولش حاجه كده وبنقول اسعار موثقه من المحل نفسه. تمام؟ اهو دي الالوان ماشي، ده كمان اللون الروز التحفة جدا البنات كلها بتحبه. بصوا بس ده سلوبيت يعني، ده اصلا بصوا زي ما انتم شايفين كده ده سلوبيت. تمام؟ طيب نركز شوية بقى على الجزء اللي هنا عشان خاطر ده ما احنا ما جبناهوش، نجيبه من الاول فوق خالص. التيشيرتات دي ب 55 جنيه زي ما انتم شايفين من الاول خالص اهو معانا ب 55 جنيه لحد 75 و25 و30 جنيه. تمام؟ طبعا الخامة زي ما انتم شايفين قطان كده، زي ما انتم شايفين الخامة قطان، دي للاطفال اللي هي سن المحير يعني من اول مثلا 10 سنين، في حاجات 10 سنين وفي حاجات 8 سنين و7 سنين، وفي حاجات تمشي معانا لحد مثلا 15 سنة، هوريكم الحاجات اللي 15 سنة هتبقى في الصف الثاني. بصوا يا جماعة الأسعار 50 جنيه. هنا 50 جنيه 60 جنيه السعر. ده بقى المقاسات السن المحير ب 75 جنيه التيشيرت بالتيكت اللي موجود عندكم في الوكالة يا جماعة، اللي بيتباع ب 150 جنيه بقى يتباعوا ب 70 جنيه، ب 75 جنيه يا جماعه، وخامته قطن تحفه جدا و 75 جنيه بس في بيبو وفي كل الفروع بيبو. اتفضلوا هوريكم ستايلات كمان مختلفه اهي يا جماعه بالتيكت اهو، النبيتي بتاعه عايزه الدريل اللي هو 75 كيلو، عايزين برضو نزلوا معانا عشان خاطر الناس تشوف. تمام كده، تعالى بقى اعمل لي زوم هنا كده على السعر، تعالى كده اعمل لي بقى زوم من على السعر شويه. شايف شايفين دي بس كده متقدمين عشان نعرف نصور. تمام بصوا انا بحاول اجيب لكم على قد ما اقدر اشكال مختلفه عشان خاطر يبقى في تنوع بس في التصوير.
تبقوا عارفين كمان ان مش كل حاجه متكرره. طب نشوف بقى اللي هي ب 60 جنيه. كملوا معانا للجزء الثاني مع بيبو عشان تشوفوا المايوهات معايا والمقاسات الخاصه.